الأعلم هو الأجود استنباطا، أي الأعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وللأخبار وأجود فهما لها. وتحقيق الأعلم لا بد وأن يكون من أهل الخبرة والاستنباط، وإذا قامت البينة من أهل الخبرة لا من غيرهم ولا من السياسيين، بل من أهل الخبرة العدول على أعلمية شخص فهو المتعين. وإذا قامت بينة أخرى من أهل الخبرة مع أعلمية شخص آخر، فإذا كان عدد أحداهما أكثر فهو المتعين، وإلا فيتخير المكلف بالرجوع إلى أيهما شاء. وعلى كل حال لا عبرة بالتبليغات وشهادة السياسيين غير العدول وعمل عامة الناس.